بالنسبة لي أنا الوالدة هي أعز كاينة، أعز حاجة كاينة في هذا العالم هذا، نعطيها حياتي. بوسلة على راسها، نسمع ليها إن شاء الله فيها. رضا الوالدين ما كاينش ما أحسن منها، كنتمنى هذاك الشيء اللي عطاتو لي في الصغر ديالي نقدر نعوضه لها في الكبر. أنا نعطيها الدبلوم ديالي كنقرا عليها ودا باش نفرحها هي. والنجاح ديالي أنا راه كيفرحها. هذه كاع مين موجودة اللي تعطي الأم، هي بحد ذاتها هي هذه، كنتمناها طول العمر إن شاء الله ويخليها لي ويدومها لي إن شاء الله فوق راسي إن شاء الله. كل ما لقاتني ناجحة في حياتي وكون فرحانة غادي تكون هي فرحانة. رضات الوالدين هي الأولى. أي حاجة كتفرح الوالدة كما كانت، واخا تكون صغيرة وراه كتفرحها. نبي أحسن هدية للأم هي نصحوها بالفحص عن سرطان الثدي اللي ممكن ينقذ حياتها. كشف سرطان الثدي، اتصلوا بنا على الرقم 0802-00-15-25. الكشف بكري بالذهب مشري، مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان.